السلام عليكم. انا ام الامهات اللي حاصلين في المغرب عندهم العيال بالجنسيه الاسبانيه، وكطلبوا من المسؤولين يعملوا لنا شي حل لهاد العيال هادو، حيت العيال ضايعين بلا مدرسه وبلا طبيب ديالهم. كنمشيو للمدرسه انا القنصليه كيقول لك مشيو للعماله ديالكم هي لازم لكم الحل، كنمشيو للعماله كيقول لك مشيو للقنصليه حيت العيال اسبانيول ما عندناش الحق ندخلوا فيهم حنايا، وفي نفس الوقت كنرجعوا للقنصليه كيقول لك مشيو للعماله ديالكم. وشكون اللي غيعمل حل لهاد العيال؟ والعيال ضايعين بلا مدرسه والعيال ضايعين بلا طبيب، وخصهم يرجعوا يقراوا القرايه ديالهم ويتعالجوا. انا دافع الورق شهر 6 لحد الان في القنصليه ما كاين حتى شي جواب. انا باقي كنتسنى وبني ضايع بلا قرايه، وكنتمنى المسؤولين يحنوا على هاد العيال، يعطيونا غير شي ورقه دخلوا ولادنا للمدرسه وخرجوهم، وفي نفس الوقت يمشيو يتعالجوا ويمشيو يقراوا القرايه ديالهم والله يجعل البركه، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. وشكرا. وليداتكم شنو كيقولوا تحشوا المدرسه؟ بطبيعه الحال العيال 3 سنين بلا مدرسه راه ماشي سهله، والعيال كانوا تربوا تما عايشين تما عارفين ماشي على السيستم دو تما، دابا بقاو هنا حاصلين. يعني انا العيل بعدا مرطلي يعني العيل منطاوي رجع بحال اللي شبروا هذاك شبروا على التليفون وجالس لا قرايه لا والو، العيل بحال اللي مرض نفسيا، العيل خصو يرجع يقرا القرايه ديالو ويرجع يشوف صحابه ويشوف عائلته. حيت انا باه راه هو عايش في اوروبا ما عايش هنا في سبته، وانسان الراجل مريض شويه ماشي هذاك، حيت ملي كيكبر كيكون ماشي بحال ملي كيلاقي صغير خوبين فهمتيني، والعيال خصو يدخل للمدرسه ديالو والطبيب ديالو العائله ديالو وكل شيء. وشكرا بزاف، وكنطلب من المسؤولين يحنوا على هاد العيال، خصنا غير شي ورقه ندخلوا ولادنا ونخرجوا، ما بغينا حتى شي حاجه اخرى. شكرا بزاف اسيدي. السلام عليكم. اسيدي حنا ولادنا راه ضايعين هنايا، وحنا بيدنا ضايعين معاهم، حنا راه العيال 3 سنين لا قرايه لا طبيب لا والو، حنا بغينا ندخلوا ولادنا، حنا ما طالبين والو، طالبين واحد باسي، ما بغيتوناش نباتوا تما حتى تتعدل الامور، ماشي مشكل، واحد باسي عطيونا ندخلوا ولادنا، ندخلهم غير قراو وندخلهم الطبيب ونخرجوا فحالنا، هادشي اللي كنطلبوا، حنا ما طالبين حتى حاجه، باسي واحد باسي ندخلوهم ونخرجوهم، راه من حقهم العيال عندهم ناسيوناليتي من حقهم يدخلوا، بالحق حنا الامهات ديالهم حنا اللي مسؤولين عليهم. ملي جينا هنا قال لك حنا ما عندنا ما نعملوا لكم، قال لك حنا تشوفوا شي مسؤول ديالكم هو يجي لعندنا، ما انتم ما عندنا ما نعملوا لكم، صافي هادشي اللي قالوا لنا وخلونا هنا. انا بعدا انا ما نكذبش عليك، انا من جهه ولادي مريضه، انا من جهه ولادي مرض، حيت انا ولادي 3 سنين وما هنايا، راه عندي جوج البنات ما عنديش غير هادي، 3 سنين هما ضايعين، وعندي العائله كنقول لكم انا عندي العائله مريضه كيشبراني الكريز، وعاد خص ما عرفتش حتى شني عندها في راسها، خص العائله الطبيبه ديالها كتسنى عاد تدخل غطلعني اسبانيا باش تعمل لها الراديو على راسها، وما خلونيش ندخل العائله تداوي راسها، العائله كتكبر وداك الشيء كيكبر فيها، وانتم عارفين اللي مريض بالكريز عارفين الحاله ديالو كيفاش كيوقع له. شوف دابا حنايا كنجيو لهاد القنصليه ما عملوا معنا حتى شي حل، مشينا لجميع الابواب ديال المغرب دقينا عليهم، حنا كنطلبوا من المغاربه ديالنا شي مسؤول كبير يجي لعندنا وشي جمعيات يشوفوا من حل هذا الطفل، الطفل هذا ضايع 3 سنين وما ضايعين لا حتى قرايه لا حتى شي حاجه، وحتى حنا الامهات ضايعين معاهم، حنايا دابا عندنا غير باسبورت، حنا ما كنطلبوا منكم والو شي فيزا ولا شي حاجه، يشوف هذا المسؤول شي واحد يجي يهضر معنا يجي يعملوا معنا شي حل، حنا دقينا جميع البيبان حتى شي باب ما عطاتنا شي حل، فيما كنمشيو كيقولوا لنا اه صافي عملنا شكايه الاولى الثانيه الثالثه هذه خامس شكايه، حنا كنطلبوا منكم المسؤولين الكبار ديالنا لا يرحم بها الوالدين شي واحد يجي يشوف من حال ديال الطفل هذا، حنا ما تشوفوش من حالنا حنا، غير الطفل تشوفوا الحقوق ديالو، فين حقوق الطفل؟ حنا بغينا الجمعيات وبغينا الرؤساء الكبار يدخلوا في هذا الشيء، كما دخلتوا في جميع الحاجات دخلوا في هذا الشيء، ودابا الديوانه مفتوحه شحال هذه كانت مشدوده، دابا راها مفتوحه، عباد الله كنطلبوا منكم شي حل وشكرا. السلام عليكم اخاي. هاد العيال هادو بقاو 3 سنين من ايام كورونا وبقاو حاصلين هنايا في المغرب، يعني بلا قرايه وعندهم جنسيه اسبانيوليه، عندهم باسبور تيراخو فهمتي حمار فهمتي، احنا يما الامهات عندهم جنسيه مغربيه، يعني كنمشيو للديوانه كيرجعونا، كنجيو للقنصليه كيقولوا لنا ما عندنا ما نعملو لكم، كنمشيو للعماله ديالنا دفعنا الدوسي ديالنا في العماله كيسكسوا علينا، دابا كنطلبوا من الملك ديالنا يشوف الحال هاد العيال هذا، والله ينصروا الله يحفظه.